سائل بيسأل في شركات، واحنا وانا رايح ارخص العربية بيقولوا لي امن على حياتك وامن على العربية، شركات تأمينات خاصة. الاشتراك في شركات التأمين خاصة ولا عامة حرام وميسر، لان انت ممكن تدفع قسطين وبعدين تموت او العربية تعمل حادثة، الشركة بتدفع لك حوالي 70-80 ألف، وممكن تتعدي السنة كلها وما يحصلكش حادثة، الشركة تاخد الفلوس دي كلها لنفسها. ده اسمه قمار وغرر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان. طب التأمين اللي الدولة عاملاه حرام بس إحنا مجبرين عليه. طب لو جالنا فلوس منه، الفلوس اللي منه ناخد اللي إحنا دفعناه بس للتأمين والباقي يتصدق بيه عشان ده ميسر. يعني أنا اشتركت دفعت 5000 جنيه وعملت حادثة ادوني 100 ألف، هاخد ال 5000 اللي أنا خدتهم بس والباقي كله هتصدق بيه، حرام أدخله بيتي. التأمين على الحياة والتأمين على السيارات كلها حاجات محرمة ولا يجوز الاشتراك فيها. جزاكم الله خير. لتفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. ليه بنقول التأمين الحكومي الصحي الحكومي حلال والتأمين الصحي الخاص ميسر؟ التأمين الصحي الحكومي أنا موظف بطلع 50 جنيه كل شهر بيتجمعوا في التأمين الصحي، في دكاترة موجودين ومستشفيات بتاخد مرتبات ومستنيني اروح. انا رحت بتعالج ببلاش، انا ما رحتش زميلي بيروح يتعالج بالفلوس دي. في النهاية ما حدش بيكسب حاجة، دي فلوس معمولة هبة هبة كده لو احتجت اخدها. اما التأمين الصحي الخاص انا بدفع مبلغ، والمبلغ ده لو عييت هيوديني مستشفى هو مش عنده، والمستشفى دي هتعالجني وليا حد معين مثلا 50 ألف جنيه. طب فرضنا اتوبيس الشركه كله اتقلب، يبقى هو اتخرب بيته، دفع لكل واحد 50 ألف جنيه واحنا كلنا دافعين 2000 جنيه. طب لو احنا عدت السنه من غير اي اصابات، يبقى هو خد الفلوس دي كلها في جيبه. ميسر، قمار، غرر وقمار. حرام التامين الخاص، حلال تامين الحكومه. جزاكم الله خيرا. لتفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل، فلان ضرني وأنا بشتري بيت، إيه حكمه؟ عن قول ده راجل ظالم وراجل مفتري، ويوم القيامة هتاخد من حسناته. الضرر ده الرسول نهى عن 3 حاجات، وانت بتساوم وانت لسه بتتفع السعر حرام حد يخش يساوم معاك. قال النبي لا يسوم أحدكم على سوم أخيه. وانت بتشتري خلاص انت اشتريت وحددت السعر، ما ينفعش حد يروح يقول للراجل صاحب البيت فك البيعة بتاعت فلان وانا اشتري منك باكتر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبع احدكم على بيع اخيه، ولو في مزاد ما يجوز بقى انت تزود وانا زود، بس ما ينفعش واحد مش عاوز يشتري ويخش يقعد يرفع في المزاد بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنجشوا. يبقى عندنا الراجل ده عمل 3 كبائر، سام على سوم اخيه، باع على بيع اخيه، دخل في النجش، والثلاثه كلها كبائر. عمل 1 كبيرة، عمل 3 كبائر. جزاكم الله خير. هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. ما الفرق بين التأمينات الاجتماعية بتاعت الحكومة والتأمينات على الحياة بتاعت مصر للتأمين والأهلية؟ التأمين بتاع الحكومة حلال. ليه؟ أنا وإنت موظفين، أنا بدفع 100 جنيه كل شهر، بدفع 100 جنيه كل شهر عشان أما أطلع المعاش أخد أنا معاش وإنت تطلع تاخد معاش. فرضنا بقى انا مت النهارده برضك باخد معاش، بس باخد من الفلوس بتاعتك. طب فرضنا انت بقى قبل يوم اول ما وصلت 60 سنة مت وعيالك كلهم متجوزين، يبقى انت فلوسك كلها راحت فين؟ راحت لنا، راحت للمسكين. فالتامينات بتاعت الحكومه ده عباره عن تكافل اجتماعي، بدفع اللي احتجت ياخد، ما احتجتش راح لاخويا، وما فيهاش مكسب. اما مصر التامين انت بتدفع وتدفع وتدفع، لو مت خلاص هي بتاخد كل حاجه، ما متش انت بتفضل تاخد معاش، بتاخد معاش منها، بتاخد اكتر من اللي دفعته. فده قمار وميسر. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، حرام لحد. طب التامين المجبر المجبرين عليه، التامينات الخاصه المجبر بعض الشركات بتجبر عليها تاخد اللي انت على قد اللي انت دفعت فقط. اقول قولي هذا واستغفر الله. لتفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. بيسأل، ما أحكام التعامل مع الكلاب؟ تربية الكلاب في البيت حرام ل4 أسباب. أول سبب، الرسول قال بتطرد الملائكة، إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة.
تاني حاجة، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو دار انتقص من أجره كل يوم قيراطين. تالت حاجة، ريق الكلب يجي على أي حاجة نجسها والصلاة بتبقى باطلة على الهدوم، ولازم يتغسل 7 أولاهن بالتراب. طب لو في الشارع الكلب الأسود البهيم الرسول أمر بقتله، والكلب العقور اللي بياكل الحاجات ويضر الرسول أمر بقتله، وباقي الكلاب حرام تتقتل وحرام تتضرب وحرام تتأذى. بالنسبة للماشية والزرع، يجوز تربية الكلب للزرع والماشية والصيد لأن الرسول رخص في كده، ولكن الرسول حرم تجارة الكلاب والقطط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والصنور. جزاكم الله خير. تفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل: زوجتي خلفت، الدكتور قال لي تشتري كحول أبيض عشان تطهر بيه سرة الولد من الجرح. حرام تشتري كحول أبيض ولا يجوز تسمع كلام الدكتور لسببين. السبب الأول إن الرسول قال في عام الفتح: إن الله ورسوله حرموا بيع الخمر الخمر والأصنام والميتة، فبشراء الخمر وبيعها حرام لا تجوز. السبب الثاني ان في مطهرات ياما غير الكحول، في انواع كثيرة من المطهرات ومش كحوليات، لكن الكحول الخمر حرام تشتريه او تبيعه، ويجوز تستخدمه. لو لقيت ازازة الكحول قدامك يجوز تستخدمها، بس حرام تبيعها وتشتريها. قول قولي هذا واستغفر لي ولك. هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل: أنا عندي مزرعة فراخ، عندي فراخ ميتة، بيجي مندوب من شركات الأسمدة بيشتريها مني عشان يصنعوا منها الأسمدة. نقول لك حرام بيع الفراخ الميتة ديت وفلوسها حرام. الفراخ الميتة دي تسيبها له من غير فلوس ومن غير أي حاجة. طب إيه الدليل؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة وأباح الانتفاع بها. الرسول قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام. فالصحابة قالوا له: يا رسول الله، أرأيت لشحوم الميتة تدهن بها، تطلى بها السفن وتطلى بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: هو حرام، بيعها حرام، جات لك من غير الفلوس اعمل كده، من غير لو بفلوس حرام تشتريها. فالجميع النجاسات حرام تتباع. هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل: أنا معروض علي أتبرع بكلية من الكليتين بتوعي، وعيدوني 20,000 جنيه هدية منهم ليا. حرام تاخد 20,000 جنيه، يستحب أنك تتبرع بالدم، وحرام تاخد مقابل. يستحب تتبرع بالكلية وحرام تاخد مقابل. طب ليه حرام تاخد مقابل؟ اولا لان ما قطع من الحي فهو ميتة، والكلية دي طلعت من حي فهي ميتة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام. قالوا لي: يا رسول الله، ده احنا بنستخدمها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: البيع حرام، هو حرام، فحرام بيع الكلية، يجوز تتبرع. تاني السبب التاني ان انت بعت حر، قال لأن الكلية والدم جزء من الحر، واللي باعهم باع حر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 أنا خصمهم يوم القيامة: من أعطى بي ثم غدر، ومن باع حرا فأكل ثمنه. وده بيع حر، فحرام تتبرع بالأعضاء، يجوز تتبرع بالأعضاء وحرام تبيع الأعضاء. جزاكم الله خير. هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل بيقول: أنا يا أخوانا تاجر أعلاف وأسمدة، وببص ألاقي مكتوب على الشكاير 20% فراخ ميتة أو نجاسات، 30% عظم لحمة ميتة، فإزاي أبيع الحاجات دي وهي نكسة والرسول نهى عن بيع النجاسات؟ أنا أقول لك: لا، يجوز بيع الأعلاف ويجوز بيع الأسمدة رغم إن في نجاسات، لسببين. أول سبب إن 20% دول بيستحيلوا، بيتحولوا ريحتهم ولونهم وطعمهم بيتغير تماما، والاستحالة مطهرة إجماعا. تاني سبب إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح استعمال النجاسات، ما قال لهمش إن طلي السفن حرام، قال لهم: هو حرام يعني البيع،
وانت الفلوس اللي بتدفعها في العلف وبتاخدها من العلف مش تمن النجاسة، ده تمن المكن والناس اللي صنعوا العلف دوت وصنعوا النجاسة. زي الكلب المعلم، انت بتدفعش تمن الكلب، انت بتدفع تمن تعليمه. فبيع الأعلاف وبيع الأسمدة حلال شرعا، ما فيهاش أي حاجة. جزاكم الله خيرا. هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل: أنا زوجتي في المستشفى، فكل شوية الممرضات يجوا ياخدوا مني رشوة وإكراميات وبقشيش، إيه حكم الإكراميات والبقشيش دي؟ هنقول لك أي الموظفين نوعين والعمال في قطاع عام أو قطاع خاص. الموظفين بتوع القطاع العام حرام تديهم فلوس عشان يعملوا شغلهم، حرام. الست لو ما غيرتش الملايات في المستشفى، المدرس لو ما اشتغلش، امين الشرطه لو ما اداش الورق، خش جوه للضابط واشتكيه، خش جوه للمديره واشتكيه. لو اديتهم تبقى انت ملعون، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وبعد كده مش هيشتغل غير بفلوس. فطيب بالنسبه بقى للقطاع الخاص، بالقطاع الخاص ما دام صاحب الشغل موافق، صاحب القهوه مثلا موافق، يمكن تدي اكراميات. طب السؤال بقى، طب لو بتاع عامل الاسانسير او الست عملت لي اللي انا عاوزه وانا عاوز اديها عشان هي فقيره، بعد ما تشتغل اديها البقشيش اللي انت عاوزه، باب الصدقه. لكن ما تديهاش قبل كده عشان بعد كده مش هتشتغل غير بالفلوس، وتاخد وتبقى انت ملعون وتبقى انت راشي ومرتشي. ادفع بعد ما يأدوا الخدمه بتاعتهم. جزاكم الله خير. هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك.